إذا أصبح المسرح ضرورة من ضرورات التقدم والحضارة، بل من ضرورات الحياة نفسها للشعوب، تعبر الشعوب من خلاله عن أحاسيسها وتعكس اتجاهاتها وتيار حياتها المتباينة. ويعد النشاط المسرحي من أهم الأنشطة الثقافية التي يحظى بأهمية في كل الدول المتحضرة، ولم يعد دوره ترفيهياً فحسب، بل له دور سياسي واجتماعي مؤثر. فالمسرح يقوم بتنوير الواقع الاجتماعي ومنح المتعة بجانب الوعي السياسي والاجتماعي. وهناك المقولة المأثورة: أعطني خبزاً ومسرحاً أعطيك شعباً مثقفاً. إحنا في مشروع، ده تاني مشروع نعمله مع اتحاد نساء مصر. الجزء الأول أو المرحلة الأولى من المشروع كانت عبارة عن العنف ضد المرأة بأنواعه من خلال عروض مسرحية تناولناها في محافظات الصعيد. دي المرحلة الثانية، بنتكلم عن التمييز بصفة عامة، التمييز الديني، التمييز النوعي، التمييز البيئي بكل أوجهه من خلال الثقافة والفن. النهاردة الجامعة بتفتح أبوابها لكي تكون وعاء، لكي تنطلق إلى المجتمع كل هذه القوة عبر شباب الجامعات. هذا المشروع سوف يؤصل ويدشن فكرة استخدام الفنون والثقافة والقراءة والآداب في مواجهة التطرف والإرهاب. وإحنا في الحقيقة في جامعة القاهرة آثرنا أن ننطلق بهذا المشروع من هذا المكان تحديدا، وهو دوار القراءة اللي بيعتبر مربع بالغ الأهمية في مواجهة التطرف والإرهاب.